بعض المسلمين المتحمسين يريد أن نواجه قضية الاحتفالات بأعياد الميلاد باحتفالات مقابلة لرأس السنة الهجرية، فيريد أن يكافح البدعة بالبدعة ويواجه المحرم بمحرم آخر. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يحتفل برأس السنة الهجرية ولا خلفاؤه من بعده، ولا جعلوها عيداً، ما جعلوا واحد محرم عيداً يحتفل به ويظهر به الفرحة والسرور ويجتمع الناس ويوسع فيه على العيال في المآكل والمشارب في رأس السنة الهجرية. ولذلك فإن جعل رأس السنة الهجرية عيداً هو محرم آخر. ولذلك فإن المسألة يجب أن تنضبط بالشرع، وبعض الناس أيضاً يتجاوزون في رسائل الجوال فيقول اختم عامك بصيام، فإذا كان نهاية هذا العام الهجري مثلاً يوم اثنين، قالوا في بعض الرسائل اختم عامك بصيام الاثنين ونحو ذلك، وهذه بدعة أخرى وممنوع آخر من الممنوعات. فإننا نصوم الاثنين لفضل الاثنين لا لأنه نهاية العام، ونصوم الخميس كذلك، ونستغفر الله في كل يوم، لا تخصيص لنهاية العام بالاستغفار، لأن المسلم يستغفر الله باستمرار ليس في نهاية العام وبداية العام الهجري. واحفظوا هذه القاعدة، بداية العام الهجري لا ترتبط به عبادة معينة، نهاية العام الهجري وبداية العام الهجري لا ترتبط به عبادة معينة، لا استغفار ولا صيام ولا غيره، يوم كأي يوم من الأيام. فإذا كان اثنين صمناه لأنه اثنين كما نصوم في غيره، فيجب على المسلم أن يفقه دينه. والإشكال الذي حصل عند بعض الناس وبناء عليه أرسلوا الجوال رسائل الجوال، أنهم ظنوا بأن نهاية العام تعرض فيه الأعمال على الله، ولذلك لا بد من معرفة مسألة العرض على الله متى تكون. لقد دلت الأدلة على أن أعمال العباد ترفع للعرض على الله عز وجل أولاً بأول في ثلاثة أنواع من العرض: العرض اليومي ويقع مرتين كل يوم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قال النووي رحمه الله: الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. وهذا معنى حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. الحديث قال ابن حجر رحمه الله فيه أن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. العرض الثاني هو العرض الأسبوعي ويقع مرتين في الأسبوع أيضاً، قال عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أن يرجع إلى الصلح. رواه مسلم. العرض الثالث العرض السنوي ويقع مرة واحدة في شعبان، كما جاء في حديث أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن. فهذا يدل على أن الرفع السنوي في شعبان، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن هنالك رفعا للأعمال في نهاية العام الهجري أو بداية العام الهجري الجديد. ولذلك فإنه يمر كغيره من الأيام، وبناء عليه
فإن تخصيص آخر يوم من السنة الهجرية بعبادة هو بدعة من البدع، فينبغي الانتباه والحرص حتى لا يشيع المسلم بحماس شيئا بغير دليل.